يميل الكثير من الناس إلى حفظ أنواع مختلفة من الطعام في الثلاجة خوفا من فسادها، وقد يبدو أن هذا أذكى قرار يمكنك اتخاذه لإطالة عمر المنتج، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فالثلاجة قد تضر بعض الأطعمة كالصلصات، حيث يفضل الاحتفاظ بها خارج الثلاجة إلا إن ذكر على العبوة خلاف ذلك. يمكنك وضعها في خزانة بعيدة عن الفرن لحمايتها من التغييرات الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة. العدو اللدود لحبوب البن هو الرطوبة. تحتوي حبوب القهوة على زيت خاص مسؤول عن الرائحة اللطيفة للقهوة، وعند وضع القهوة في الثلاجة يغير التكثيف من هيكل الخلية بالكامل ويجعل النكهة السحرية تختفي. ولكن إن كان هدفك هو التخلص من الكافيين، فربما يكون حفظ حبوب القهوة في مكان بارد فكرة جيدة. تقول شائعات أن العسل طعام خالد، إذ يمكنك تخزينه إلى الأبد تقريباً، ولكن بشكل صحيح فقط. احفظ العسل في مكان بارد ومظلم، لا تضعه في الثلاجة، وإلا قد يتبلور ويفقد بعضاً من خصائصه الرئيسية المفيدة. يبدو وضع الطماطم في الثلاجة غير ضار إلى حد كبير، لكنها ليست الفكرة الأمثل، حيث ستفقد الطماطم مذاقها اللذيذ، لأن الهواء البارد يبطئ عملية النضج الطبيعية، وبالتالي تصبح الأغشية الرقيقة الموجودة داخل ثمرة الطماطم أقل طراوة، وبالطبع لن ترغب بتناول سلطة سائلة لا طعم لها، صحيح؟ أفضل طريقة لتخزين ثمار الطماطم هي وضعها في صندوق أو سلة جيدة التهوية في درجة حرارة الغرفة. إن كنت تريد حماية شرائح الموز من التحول إلى اللون البني، فاستخدم عصير الحمضيات برش عصير البرتقال أو الليمون فوق قطع الموز، لكن للأسف تعمل هذه الحيلة لبضع ساعات فقط. الطريقة المثلى لتخزين الشوكولاتة هي وضعها داخل معدتك، أمزح، ضعها في مكان بارد ومظلم خارج الثلاجة، وهكذا لن تحميها من أخوك فقط، بل ستحافظ أيضا على مظهرها الجذاب. أما وضع الشوكولاتة في الثلاجة فليس فكرة جيدة، حيث سيظهر على سطح لوح الشوكولاتة ماء متكاتف ناجم عن اختلاف درجات الحرارة، كما أن إبعادها عن الثلاجة يجعل تناولها أكثر أماناً لأسنانك، إذ تصبح الشوكولاتة أكثر صلابة في درجات الحرارة المنخفضة، مما يجعل تناولها مهمة صعبة. لا تحتفظ بالحمص في درجة حرارة الغرفة، بغض النظر عما إذا كان منزلي الصنع أم مبستراً، إنه غير آمن في الحالتين. إن تم تحضير الحمص بالطريقة التقليدية وكان يخلو من المواد الحافظة، فسيصل عمره الافتراضي إلى أسبوع واحد. أما عبوات الحمص المغلقة الموجودة في المتاجر، فيمكنك تخزينها في الثلاجة لثلاثة أشهر أو لأسبوع واحد بعد فتحها. لنفترض أنك أعددت للتو بسكويتاً مثالياً، وقد حان الوقت لوضعه في الوعاء. للأسف سيفقد البسكويت قوامه الهش تدريجياً عند إخراجه من الفرن، ويصبح قاسياً أكثر مع مرور الأيام. ولكن إن وضعت قطعة من الخبز في نفس الوعاء، فستحتفظ قطع البسكويت بقوامها الهش لفترة أطول، نظراً لامتصاصها للرطوبة من الخبز. عادة ما يغلف الناس الجبن في أكياس بلاستيكية، ولكن هذه الطريقة غير صحيحة، نظراً لجذب بلاستيك التغليف للكثير من الرطوبة، مما يخلق بيئة مثالية لنمو العفن وتكاثره. إن كنت تريد حماية الجبن من هذا السيناريو المؤلم، رشه بالخل، لكن لا تستخدم أكثر من بضع قطرات، وإلا سيفسد مذاق الجبن. وبعدها غلف الجبن بإحكام باستخدام الورق المشمع وضعه في الثلاجة. ليست هناك قواعد خاصة بشأن حفظ البيض، لكن من الآمن حفظه في الثلاجة وخارجها طالما أن تاريخ انتهاء صلاحيته بعيد. لكن من الضروري التأكد من ثبات درجة الحرارة. إن اخترت وضع البيض في الثلاجة فلا تضعه في الرف الجانبي، وضعه في مكان عميق في الثلاجة لحمايته من التغير في درجة الحرارة. كما لا ينصح الخبراء بإخراج البيض من عبوته، إذ تساعد هذه العبوات على إطالة عمر البيض. صحيح، درجة الحرارة في جميع أنحاء الثلاجة غير متساوية، فمثلاً الرفوف على الباب هي الأكثر دفئاً، وكلما اقترب الرف من الفريزر انخفضت درجة الحرارة أكثر. لذا إن كنت تريد توزيع الطعام في الثلاجة بطريقة مثالية، فاتبع التوصيات المحددة للتخزين والمذكورة على بعض العبوات. إن حفظت رغيف خبز في كيس المتجر، فكن مستعداً لرؤية العفن عليه خلال يومين. من الأفضل حفظ الخبز في صندوق مغلق بإحكام مع إضافة القليل من الملح، ستحميه هذه النصيحة من العفن. وتجنب أيضاً حفظ الخبز في الثلاجة، لأن الهواء البارد سيجعله يتعفن بسرعة كبيرة. لكن إن كنت بحاجة إلى حفظ الخبز لفترة طويلة، فيمكنك وضعه في الفريزر.
وهكذا سيبقى طازجا لمدة تصل إلى 6 أشهر. إن كنت تريد منع شرائح الخيار من الجفاف فضعها في وعاء محكم الإغلاق واغمرها بالماء العذب، ولا تخزنها في الثلاجة لأكثر من أسبوع. أما بالنسبة لثمار الخيار فضع في اعتبارك أنها تتعفن في الهواء البارد أسرع منه في درجة حرارة الغرفة، وبالتالي إن كنت تريد الاحتفاظ بها طازجة لأطول فترة ممكنة فخزنها خارج الثلاجة. الأفوكادو فاكهة لها قواعد صعبة في التخزين. إن كانت ثمرة الأفوكادو قاسية ولم تنضج تماماً فاحفظها خارج الثلاجة، لأن الهواء البارد سيبطئ عملية النضج. تنبعث من الموز مستويات عالية من الإيثيلين مما يساعد الأفوكادو على النضج بشكل أسرع. لذا إن كنت تريد تسريع عملية النضج فضع الثمار داخل كيس فيه موزة أو أكثر. في الوقت ذاته إذا كانت ثمار الأفوكادو طرية وناضجة فإن حفظها في الثلاجة حماية لها من التلف. يفضل البعض تغليف قطع الأفوكادو بغلاف بلاستيكي مع إضافة شريحة من البصل. تساعد هذه الطريقة في الحفاظ على الثمرة طازجة لفترة أطول. وهناك طريقة أخرى تتمثل بتغطيتها بزيت الزيتون، لكن ضع في اعتبارك أن بإمكانك الاحتفاظ بقطع الأفوكادو في الثلاجة لمدة لا تزيد عن 3 أيام. احفظ البصل والثوم خارج الثلاجة، فدرجات الحرارة المنخفضة تؤدي إلى ظهور العفن بسرعة أكبر. إذا كنت تريد الاحتفاظ بها طازجة لفترة طويلة خزنها في مكان بارد وجاف كخزانة المطبخ. وإذا كنت لا تجد مشكلة في النمط الريفي فيمكنك ربط البصل ببعضه البعض وتعليقه. تجنب أيضا حفظ البرتقال والحمضيات الأخرى في الثلاجة، حيث تقلل درجات الحرارة المنخفضة من المذاق الشهي للحمضيات ومن فائدتها. يمكنك وضعها في وعاء للفاكهة على الرف أو على طاولة المطبخ، ولا تقلق لن يسرع هذا من تعفنها، تماما كما هو الحال مع الأنواع الأخرى من الخضار. لا يحب الباذنجان درجات الحرارة المنخفضة ويصبح عند وضعه في الثلاجة طريا ويفقد صفاته الجيدة بسرعة. ضع هذا النوع من الخضار بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في مكان جاف بدرجة حرارة الغرفة. إن قطعت تفاحة إلى شرائح ولكنك لا تريد تناولها فورا فإليك هذه النصيحة، ضع رباطا مطاطيا حول الشرائح لتثبيتها معا، وستمنع التفاحة من التحول إلى اللون البني. ستبقى هذه الفاكهة طازجة ومقرمشة لشهر كامل عند تخزينها في الثلاجة في كيس مقاوم للرطوبة. ينصح بتجنب غسل التفاح قبل تخزينه لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفه. لا تضع زيت الزيتون داخل الثلاجة أبدا، وإن ارتكبت هذا الخطأ من قبل فعلى الأرجح أنك لاحظت تلك القطع البيضاء الغريبة داخل الزيت. لا تقلق ليست سامة، في الحقيقة تؤدي درجات الحرارة المنخفضة في الثلاجة إلى تكاثف الماء الذي يبدو كالشوائب. لهذا يفضل الاحتفاظ بزيت الزيتون في درجة حرارة الغرفة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة. يحتوي البطيخ والشمام المحفوظ في درجة حرارة الغرفة على عناصر غذائية مفيدة ومضادات أكسدة أكثر مقارنة بذاك المحفوظ في الثلاجة، ولكن بمجرد أن تقطع البطيخ سيكون من الأفضل تخزينه في الثلاجة. استخدم غلافا بلاستيكيا لتغطية الجانب المكشوف بإحكام، واستبدل الغلاف في كل مرة تقطع جزءا منه. يمكنك أيضا تقطيع البطيخ أو الشمام إلى شرائح صغيرة وحفظها في وعاء محكم في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع. يمكن لتجميد الزنجبيل أن يتيح لك الاحتفاظ به طازجا لمدة تتراوح بين 2 إلى 9 أشهر مع الحفاظ على جودته. يمكنك أيضا بشره مسبقا لأخذ ملعقة واحدة في كل مرة، سيوفر لك هذا الكثير من الوقت خاصة إن كنت مشغولا وبحاجة إلى تحضير شيء ما بسرعة. ماذا عن تناول الموز مع المايونيز أو غمس المخلل بزبدة الفول السوداني؟ تبدو هذه التركيبات الغذائية غريبة جدا، ولكن كيف هو مذاقها يا ترى؟ حسنا جربها وقد يصبح الأوريو بالخردل الطبق المفضل لديك. حسنا ابقى معنا. الطماطم وزبدة الفول السوداني. ضع عدة شرائح من الطماطم على قطعة من الخبز وادهن عليها زبدة الفول السوداني، أو ضع طبقة سميكة من زبدة الفول السوداني على شريحة من الطماطم. يحظى هذا المزيج بشعبية كبيرة لدى الكثير من عشاق الطعام. النوتيلا والبطاطا المقلية. عادة ما يعزز الملح من النكهات، لهذا إذا قمت بغمس البطاطا المقلية في النوتيلا سيكون طعم البندق الشهير أكثر حلاوة. هناك طريقة أخرى للاستمتاع بتناول البطاطا المقلية وهي غسلها بالشوكولاتة بالحليب. المخلل والآيس كريم. حسناً أعترف أن هذا المزيج لن يلائم الجميع، ولكن هناك مجموعة من عشاق الطعام الذين يجدون هذا المزيج الغير عادي من المالح والحلو
والخل والحليب جذاباً ومغرياً. جبنة تشادر وفطيرة التفاح. هذه الأيام من غير المفاجئ أن تقدم لأحدهم شرائح الجبن مع التفاح الطازج، ولكن بما أن هذين المنتجين يتوافقان معاً بشكل جيد، فلما لا تقوم بشيء أكبر؟ يقال إن إضافة جبن الشادر إلى فطائر التفاح ظهرت لأول مرة في إنجلترا، وبعد ذلك انتشرت في جميع أنحاء العالم. البطاطا المقلية والعسل. إن كنت ترغب بتحويل تناول البطاطا المقلية إلى شيء مختلف وأكثر متعة، سيفي العسل بالغرض. ستكون نكهته الحلوة مكملة لملوحة طبق البطاطا. لا عجب من وجود العسل على قوائم الطعام في بعض المطاعم كخيار للغموس. الموز والمايونيز. كلا، أنا لا أشجعك على وضع كمية كبيرة من المايونيز على موزة مقشرة ووضعها في فمك بالكامل. جرب بدلا من ذلك تقطيع موزة إلى شرائح ووضعها بين شريحتي خبز وتغطيتها بالقليل من المايونيز. قد يكون مذاقها مفاجأة سارة لك. الشوكولاتة ورقائق الشيبس. هذا المزيج المالح الحلو طعمه مذهل. لا عجب أن تكون الرقائق المغطاة بالشوكولاتة رائعة، وقد أضافت العديد من العلامات التجارية هذا المزيج بالفعل إلى خط الإنتاج. البرجر والمربى. يمكنك الآن طلب هذه التركيبة في معظم المطاعم دون أن يظن أحد أنك غريب الأطوار، معظم الناس على الأقل، وعدد من يفضلون هذا الخيار على الكاتشب في زيادة مستمرة. الفشار والحليب. يستبدل بعض الأشخاص حبوب الإفطار بالفشار، إذ يضيفونه إلى الحليب ويدعون أن طعم الطبق ليس أسوأ من بديله الأكثر انتشاراً وشعبية. هل تود تجربته؟ الشوكولاتة البيضاء والكافيار الأحمر. يقال بأن تركيبة الطعام من ابتكار طاه شهير، حيث دهش من الطريقة التي يخفف بها الكافيار المالح من حلاوة الشوكولاتة البيضاء. إن كنت من عشاق النكهات الحلوة المالحة، فحتماً سيعجبك هذا المزيج. زبدة الفول السوداني والمخلل. لنفترض أنك لست متحمساً جداً لغمس المخللات في زبدة الفول السوداني. يمكنك في هذه الحالة أن تجرب الجمع بين هذين المكونين في شطيرة واحدة، وحينها ستخفف نكهة الخل الموجودة في المخلل من لزوجة زبدة الفول السوداني. البطيخ والملح. غالباً ما يعتقد الذين لم يجربوا هذا المزيج أن الملح يخلص البطيخ من حلاوته، لكن الحقيقة هي العكس تماماً. القليل من الملح سيعزز النكهة ليس إلا. المانجو والفلفل الحار. إن كنت من محبي الأطعمة الحارة، فقد يكون هذا المزيج مغرياً لك. يمكنك رش بعض الفلفل الحار على شرائح المانجو والاستمتاع بالطعم الحارق. الآيس كريم والصلصة الحارة. الطريقة الأكثر فعالية لإخماد النيران التي سببها لك الطعام الحار هي شرب بعض الحليب، لكن خذ الأمر للمستوى الأعلى وانثر القليل من الصلصة الحارة على آيس كريم الفانيليا لتسعد روحك العاشقة للمغامرة. الشوكولاتة والأفوكادو. لا يتوقف الأمر فقط على إضافة القليل من الشوكولاتة إلى شطيرة الأفوكادو. يمكنك أيضا إعداد ميلك شيك لذيذ من الأفوكادو والشوكولاتة ليكمل الأفوكادو الزبدي نكهة الشوكولاتة بشكل رائع. البرجر وزبدة الفول السوداني. يعتبر البرجر مع المربى تركيبة من الحلو والمالح، بينما البرجر مع زبدة الفول السوداني مزيج من المالح والمالح أكثر. ولكن بدلاً من دهن البرجر بزبدة الفول السوداني المذابة، عليك إضافتها عند إعداد شرائح اللحم البقري، حينها سيصبح البرجر أكثر طراوة. بسكويت الأوريو والخردل. يقول الذين جربوا هذه التركيبة الغذائية أن النكهتين متوافقتان معاً بشكل مذهل. تخلص من كريمة بسكويت الأوريو واستبدلها بالخردل الألماني ولن تندم. زبدة الفول السوداني والمايونيز. رغم أنها واحدة من أكثر التركيبات غرابة التي يمكنك تخيلها في شطيرة، إلا أن تاريخها طويل. بدأ الناس بمزج زبدة الفول السوداني الغنية بالبروتينات والمايونيز المليء بالدهون في أيامهم الصعبة، وبقيت الشطيرة موجودة عندما أدرك الناس أنها لذيذة فعلا. البيتزا والعسل. يمكن أن يمنح العسل الساخن البيتزا طعما غير متوقع، لكنه رائع بلا شك. فعلى سبيل المثال، إنه طريقة رائعة لموازنة الكمية الزائدة من الملح التي تأتي مع البيبروني مثلا. لذلك إذا قمت بإعداد البيتزا في المنزل، ضع بعض قطع البيبروني والفلفل فوقها ثم قم بتغطيتها بالعسل، ستشكرني لاحقا. زيت الزيتون والآيس كريم. للحصول على مزيج حلو مالح ولذيذ للغاية،
أضف زيت الزيتون وقليلا من ملح البحر فوق آيس كريم الفانيليا. هذا صحيح، عليك بها. زبدة الفول السوداني وصلصة سيراتشا، مزيج آخر غير متوقع من مكونين يبدوان في الظاهر غير متوافقين، ولكن الطعم الحلو للسيراتشا سيجعل طعم زبدة الفول السوداني أكثر لذة، والزبدة بدورها ستزيل الطعم الحار للسيراتشا. التفاح الأخضر وصلصة السالسا، ربما جربت المانجو أو الأناناس الممزوجة بصلصة السالسا، ولكن ما الذي يجعلها مختلفة مع التفاح الأخضر؟ طعمه قليل الحموضة مثالي للأطباق الحارة، حيث يقلل من حرارة الطبق، لكنه في ذات الوقت يضيف نكهة قوية ومرة قليلا إلى الخليط. الفراولة وخل البلسامك، هذا مزيج إيطالي مجرب وشهي للغاية، يجعل مذاق الخل المالح طعم الفراولة أكثر حلاوة، كما أنه متمم لقوامها اللين. البطيخ وجبنة الفيتا، لا يمكن إعداد سلطة يونانية كلاسيكية بدون جبنة الفيتا، لكن طعم هذا الجبن لن يصبح سيئا عند مزجه مع الفاكهة ومع البطيخ خاصة. تضيف جبنة الفيتا المالحة نكهة إضافية إلى نكهة الفاكهة الحمراء الرائعة. شطيرة زبدة الفول السوداني والمربى وبسكويت السمك، لطالما كانت شطيرة زبدة الفول السوداني والمربى من الأطعمة كلاسيكية، لكن لماذا نضيف رقائق البسكويت بالتحديد؟ يعرف عشاق الطعام الحقيقيون أن هذا المكون يكمل أي نقص في الطبق. ستصبح الشطيرة مقرمشة ولذيذة أكثر، ورقائق البسكويت مالحة بما يكفي للحصول على مذاق متعادل مع حلاوة الجلي والمربى. الريحان والفراولة، لقد ذكرت بالفعل فوائد خلط الفراولة بخل البلسمك، لكن مذاق الفراولة والريحان لا يقل روعة. يمكنك اختبار هذا المزيج أثناء إعداد الليمونادا والمشروبات الأخرى، كما ولزبادي الريحان والفراولة المجمد مذاق لذيذ أيضا. محلول المخلل الملحي والدجاج، يساعد طهي الدجاج في محلول ملحي في الحفاظ على طراوة اللحم، كما وتحافظ هذه الطريقة على النكهة الطبيعية للحم الدواجن. فائدة أخرى أنك لن تكون بحاجة إلى استخدام الملح في هذه العملية، المحلول الملحي مالح بما يكفي. الحمص وتوت العنبية المجفف، بعد غمس البسكويت المالح في الحمص، أضف حبات من توت العنبية المجفف لمنح الطبق مذاقا مختلفا بشكل رائع.